اهلا بيكم في كايرو دار مرة اخرى، وهنكمل مع بعض شابتر 1 دايناميك، وبنتكلم في تكمله شابتر 1 اللي هو resultant of two forces meeting at point. وقلت لك شرط ان انا لما اخرج بفورس اثر على الالم ده عشان احركه، فانا عندي two points فهم ممكن يبقوا equivalent to one point اللي هي resultant بتاع two forces. فانا لو عندي اف 1 واف 2 خارجين مني، انا خارجين من نفس البوينت، يبقى بقول لك انا عايز اجيب resultant of two forces meeting at a point. فانا عندي اف 1 وعندي اف 2 وعايز اجيب لهم resultant. فانت عارف اف 1 واف 2 بينهم انجل، الانجل دي اسمها الفا. طب تعالى ازاي نجيب بقى resultant of two forces must meeting at a point، او الاثنين comes out from the same point. وندخل على لو عندنا الفيرست كيس او الجنرال كيس عندنا في درسنا المهم جدا resultant of two forces. لما اقول لك انا عندي two forces F1 وعندي F2 خارجين من A، the angle between them is alpha. طيب وتعالى اقول لك اجيب ازاي الريزلتنت بتاعتهم. الفيرست كيس عندنا بقى لما اقول لك هات الار سكويرد اللي هي الريزلتنت، هي عباره عن اف 1 سكويرد بلس اف 2 سكويرد بلس 2 تايمز اف 1 تايمز اف 2 تايمز كوزاين الانجل بتوين ذم اللي هي كوزاين الفا. فانا هيبقى عندي اف 1 هيبقى عندي اف 2 هيبقى عندي انجل بتوين التو فورسز اللي هي الفا، فاقدر اجيب الريزلتنت ان انا اخد السكوير روت للريزلت اللي تطلع. طيب لما يقول هات الريزلتنت مش معناها ان انا اجيب الريزلت بتاع تو فورسز بس، لا كمان، لا ده انا عايز الدايركشن بتاعتها ايه. هل بتميل على الفيرست فورس بانجل كام؟ يبقى يهمني لما اجيب الريزلت بتاع تو فورسز اجيبها ماجنتيود ودايركشن. طب ازاي نجيب الدايركشن؟ الدايركشن بيجي عن طريق انجل ثيتا. ايه هي انجل ثيتا؟ از انجل بتوين ذا ريزلت اند ذا فيرست فورس. طب بجيبها عن طريق مين؟ بجيبها عن طريق التان. بنعمل ايه؟ نقول 10 ثيتا ايكوال اف 2 ساين الفا اوفر اف 1 بلس اف 2 كوزاين الفا. ومهم جدا تعرف لو عملنا سبيركل للو بتاعنا، انت عارف 1 اوفر 10 هي كوتان، وتعال نقلب الدينوميريتور للنوميريتور، اذا اقدر استخدم كمان كوتان ثيتا هي اف 1 بلس اف 2 كوزاين الفا اوفر اف 2 ساين الفا. يبقى دي جنرال كيس لو ادانا F1 و F2 والانجل بتوين التو فورسز اقدر اجيب الريزلتنت اوف تو فورسز. ناخد اكزامبل ونشوف مع بعض. بيقول لك تو فورسز 10 و 8، يبقى انا عندي F1 10 وعندي F2 8. بيقول لي الفورسز دي اتس يونت نيوتنز، خلاص يبقى الفورس F1 10 نيوتن، فورس F2 8 نيوتن، اكت ات ا بوينت، بيأثروا في بوينت. طب ماشي، the angle between their line of actions is 60، يبقى ادانا الفا ب 60. السؤال بيقول لي find the resultant، وانا عارف ان انا عشان اجيب resultant must have f1 f2 and the angle between them، وفعلا انا عندي f1 10 عندي f2 8 عندي الفا equal 60. apply the rule على طول، وانت لما تعمل apply the rule بتكتب الرول وبتعوض فيه. f1 ب 10، طب 10 squared بكام؟ 100. طب f2 ب 8، 8 squared 64 plus 2 times F1 times F2 2 times 10 times 8 times cosine 60 in which is half. وبعدين تاخد by your own طبعا معاك الكالكوليتر وتقدر تحسبها وسيبها زي ما هي. عايز تطلعها ديسمال اوكي، عايز تسيبها root square root of 244 نيوتن، ده الماجنتيود بتاعتها. انما اتفقنا لما يقول لي هات الريزلتنت انا بجيبها له ماجنتيود وبجيبها له دايركشن. انت جبت الماجنتيود انما لسه دايركشن. طب ما انا عايز اجيب 10 ثيتا بقى. مين ثيتا؟ هي الانجل بتوين الريزلتنت اند اف 1. طب تعال القانون بتاعي بيقول لي اف 2 ساين الفا اوفر اف 1 بلس اف 2 كوزاين الفا. طب ما انا عندي اف 2 وعندي اف 1 وعندي الالفا، فاقدر اعمل دايركت سبستيوشن على الاف 2 والاف 1 والالفا with your calculator. You can find 10 انجل ثيتا and shift 10 الانسر ايكوال كومات، تطلع ميجر انجل ثيتا 26 degree. وكده يبقى جبت له resultant magnitude and direction. طيب ما تنساش ان انا في special cases، يعني انا لما قصرت هنا
على البادي ده بتو فورسز اف 1 واف 2 وجبت لهم الريزلتنت بتاعتي. دي جنرال كيس، انما وارد قوي ان التو فورسز يبقوا عاملين سين دايركشن. يعني انا ممكن ابقى اف 1 واف 2 الاثنين بيزقوا مع بعض من كده، يعني الاثنين ماشيين مع بعض كده، فهما بيأثروا مع بعض ان وان دايركشن. طب لما يبقى عندي تو فورسز ان ذا سيم دايركشن بيأثروا، يعني بمعنى بسيط قوي لما واحد يجي دي عربيه ماشيه وانا هزقها، واحد تاني يجي ورايا ويزقني انا، يبقى دي فورس 1 وفي فورس 2. طب في تو فورسز، لما اعمل فورس لوجيك لما اعمل اف 1 بلس اف 2 هيديني الريزلتنت بتاع تو فورسز، ما هو اتنين بيزقوا مع بعض في وان دايركشن، يبقى اكيد الريزلتنت بتاع التو فورسز هتبقى اف 1 بلس اف 2 وتبقى السيتا بتاعتي. ما هو لازم يبقى في دايركشن. لا هيبقى السيتا ان زير دايركشن، ما هو احنا الاثنين بنزق كده قدام او احنا الاثنين بنزق ورا، يبقى الريزلتنت هتبقى فين؟ في السيم دايركشن بتاع الاثنين. الكلام ده امتى؟ لو الالفا ما بينهم هتبقى بزيرو. طب ما هو وارد قوي ان في اتنين بيشدوا قدام بعض، واحد هيشد من هنا فورس والتاني هيشد من هنا، اتنين بيلعبوا الحبل مع بعض، ده ماسك بيشد قوي كده واللي قدامه الناحيه التانيه ماسك بيشد الاذر سايد، اذا هما في اذر دايركشن. ادي اف 1 بيشد كده، اف 2 عكسه الناحيه التانيه، ففي هنا فورس في اوبزيت دايركشن. احتمال اف 1 هو اللي يكسب فيشد ناحيته، يبقى هنا هو الاكبر، يبقى لو اف 1 اكبر من اف 2 هيبقى الريزلتنت في دايركشن بتاع اف 1. طب افرض اف 2 هو اللي شد ناحيته، هيبقى الريزلتنت في الدايركشن بتاعت اف 2. يعني لما احب اجيب الريزلتنت بقى هعمل ماينس بعض، هعمل اف 1 ماينس اف 2 او هعمل اف 2 ماينس اف 1. ولما تعمل ماينس اف 2 ماينس اف 1 او اف 1 ماينس اف 2 مين منهم اكبر انت ما تعرفش، عشان كده بنحط ابسوليوت فاليو. واقول لك بقى اصغر ريزلتنت هتظهر لما يكونوا الاثنين في ذا سيم ستريت لاين وابزيت دايركشن، انما لو هم الاثنين اون ذا سيم دايركشن دي هتبقى الماكسيمم ريزلتنت. يبقى لو بيتكلم ويقول لي ماكسيمم ريزلتنت يبقى بيكلمني على ان هم الاثنين اون ذا سيم دايركشن والانجل ما بينهم زيرو، انما لو بيتكلم على مينيمم ريزلتنت لا بيكلمني على تو فورسز اون ذا سيم ستريت لاين بس ان اوبزيت دايركشن. خلاص متفقين بقى ان الانجل ما بين الاوبزيت دايركشن هتبقى كام؟ 180، لان واحد في الدايركشن ده واحد في الدايركشن ده، فالانجل ما بينهم هتبقى 180. طيب ادي تو كيسز، تعال نشوف كمان الثيرد كيس. افرض بقى احنا الاثنين بنشد الحبل، انت بتشد قدامي شد معايا وانا اشد معاك كده، احنا الاثنين ما بنتحركش. طب ما ايه اللي انت بتشد كده وانا بشد كده؟ لا احنا الاثنين ما اتحركناش. اذا F1 equal F2 هنا، وانت عارف ان هم opposite direction بعملهم minus، ولما اعملهم minus هيطلع كام؟ هيطلع zero. اذا resultant في حالة two equal forces in magnitude and opposite direction هيعملوا equilibrium. يعني ايه يعملوا equilibrium؟ يعني resultant بزيرو، يعني ما هو F1 equal F2 ولما اعملهم minus بعض يطلع zero، اذا هنا resultant بزيرو، مفيش resultant. طيب عندنا بقى لو التو فورسز ار بيربنديكولر، انا بقى ايه التو فورسز بتوعي ار بيربنديكولر، انا هزق بقى دول كده وهم عاملين بيربنديكولر مع بعض. طب ايه اللي هيحصل بقى هنا؟ تعالى نشوف القانون بتاعنا الاصلي كان بيقول لي ار سكويرد ايكوال اف 1 سكويرد بلس اف 2 سكويرد بلس 2 اف 1 اف 2 كوزين الفا. طب لما تبقى الفا ب 90، ما انت عارف ان كوزين 90 بزيرو، كوزين 90 بكام؟ بزيرو. فانت الجزء بتاع 2 كوزين 2 اف 1 اف 2 كوزين الفا هيبقى بزيرو، فهتبقى الريزلتنت بتاعتك ار سكويرد ايكوال اف 1 سكويرد بس بلس اف 2 سكويرد بس، خلاص لان الجزء الثاني بقى بزيرو. طب عايز اجيب بقى الثاني، ما انت لو تخيلت وكملت التراينجل بتاعتك انت عارف الثاني هي اوبزيت على ادجيسنت
يعني اف 2 اوفر اف 1 يبقى انت هتقدر تجيب الدايركشن في حاله البربنديكولار فورسز انك تعمل اف 2 اوفر اف 1 وتقدر تعمل شيفت تاني وتجيب الانجل بتوين التو فورسز. واخدك بقى نراجع كده على اللي احنا قلناه. يبقى عندنا جنرال كيس اللي هي r squared equal f1 squared plus f2 squared plus 2f1 f2 cosine theta واقدر اجيب التام بتاعتها. وعندي كمان لما يكونوا التو فورسز ان ذا سيم دايركشن وهيبقى الريزلتنت بتاعتهم ماكسيمم ريزلتنت، وهعمل سيتا f1 plus f2 لما يكونوا ان اوبزيت دايركشن وهيعمل ابسوليوت f1 minus f2 وهيبقى ان دايركشن اوف ذا جريتست فورس وهسميها هنا مينيمم ريزلتنت. وعندي التو فورسز لو بيربنديكولر والتو فورسز لو ان اوبوزيت دايركشن اند ايكوال فيبقى ريزلتنت بتاعتهم ايكوال زيرو. نتقابل ان شاء الله بعد ما شرحنا قوانين ريزلتنت ونشرح لكم بعد كده في الجزء الباقي اكزامبلز ساتسفاي وديب اندرستاندينج على الجزء اللي خدناه في الريزلتنت. يلا مع النكست example إن شاء الله.